فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع من الأمة أنهم عندما يحصلون على هذه الثروات أنهم يتنافسون فيها، كل يريد أن يحوزها دون الآخر، ثم ينشأ عن ذلك النزاع بينهم والتباغض والتحاسد على أمر الدنيا، ثم يؤول الأمر إلى ما هو أشد وهو الاقتتال على تحصيل هذه الدنيا والمغالبة بالسيف على أمر الدنيا. فدل على أن انفتاح الدنيا على الناس أنه فتنة قل من ينجو منه، ولهذا قال فلما نسوا، قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. قال ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض. هذا هو أن نهاية التنافس على الدنيا أنه يؤول إلى القتال ليتغلب الأقوياء على الضعفاء ويحوز المال دونهم.